الاتحاد الافريقي مازال يبهرنا ويقدم عبث من جديد ويتفوق على الاتحاد المصري لكرة القدم في الهبل والقبط، وبيأجل بطولة دوري ابطال افريقيا سيمي فاينل الرجاء والزمالك والفاينل لاجل غير مسمى، ولسه محطش اوقات للمباريات بعد ما كان ماتش الرجاء يتلعب يوم 24 واجله ل1 نوفمبر. النهارده بيطلع خبر ان الدوري ابطال افريقيا لكل مباريات السيمي فاينل والفاينل بيتاجلوا لاجل غير مسمى. ليه بيتاجلوا لاجل غير مسمى؟ ولماذا الاتحاد الافريقي عمل كده؟ وليه العبث اللي بيحصل ده؟ هنعرف كل في الحلقه، بس الحلقه طالما وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا نخش نتكلم شويه عن عبث الاتحاد الافريقي. حطني رقم واحد في القصير. من دقايق بالظبط الاتحاد الافريقي بيطلع خبر ان دوري ابطال افريقيا بيتاجل اجل غير مسمى. ليه بيتاجل اجل غير مسمى؟ ما حدش عارف. حدش عنده معلومه ليه الاتحاد الافريقي فكر في الفكر ده؟ ليه راح للاتحاد لان هو بدل ما ياجل مثلا كنا اخبار كتير طلعت من امبارح والنهارده الصبح، اخبار كتير جدا طلعت ان الاتحاد الافريقي ومن صحيفه المنتخب المغربيه وكذا صحيفه مغربيه قالوا ان الاتحاد الافريقي بيفكر او بنسبه كبيره خلاص القرار اللي هيطلع ان مباراه الزمالك والرجاء هتتلعب يا اما يوم 3 نوفمبر يا اما يوم 4 نوفمبر، والفاينل هيتلعب يوم 27 نوفمبر. لكن كانت المفاجاه ان الخبر اللي طلع من دقائق بالظبط ان الاتحاد الافريقي اجل دوري ابطال افريقيا لاجل غير مسمى. ليه؟ محدش فاهم. ليه بتاجل البطوله لاجل غير مسمى؟ محدش فاهم، لان انت خلاص ده البطوله المفروض البطوله الجديده اللي انت تبداها هتبداها في اخر نوفمبر او بدايه ديسمبر، فانت ليه بتاجل البطوله لاجل غير مسمى؟ طب هل النهارده القرار بتاع اجل غير مسمى ده طلع علشان مثلا بعديها بيوم او بيومين بتحدد ايام جديده؟ ولا خلاص الاجل غير مسمى بعد كده بعديها بشويه بيومين بثلاثه باسبوع باسبوعين البطوله هتتلغي؟ هو الاقرب لكده. انا من وجهه نظري شايف الاتحاد الافريقي الاقرب انه يوم يومين بالكثير وخلاص هيلغي البطوله. ليه؟ محدش فاهم. يعني ليه بصراحه محدش فاهم؟ في الاول اجلت مباراه الزمالك خلاص، قلنا خلاص المباراه اتاجلت وربنا يشفي لعيبه الرجاء وخلاص الزمالك يلعب يوم الاحد اللي هو خلال يومين. طلع اخبار ان مصر السلطات المصريه عايزه ان النهائي يتاجل بدل ما يتلعب يوم 6 يتلعب يوم 9 بعد الانتخابات بيوم، الانتخابات تبقى يوم 7 ويوم 8، هم عايزينها يوم 9 بعد الانتخابات، خلاص تمام بنسبه كبيره هتاجل ليوم 9. ليه فكرت ان انت تاجل مباراه الزمالك والرجاء تاني وتاجل الفاينل ليوم 27 مع ان السلطات المصريه ما قالتلكش يوم 27، السلطات المصريه قالت لك يوم 9 نوفمبر. فالعبث بتاع الاتحاد الافريقي محدش فاهمه. محدش فاهم مين اللي بيدير الاتحاد الافريقي؟ فوزي الاقجع ولا احمد اللي بيقول لك انا هترشح لرئاسه ثانيه ولا مين بالظبط؟ محدش فاهم. الاتحاد الافريقي بيقدم عبث، حرفيا بيقدم عبث. الزمالك والرجاء والاهلي الثلاثه، يعني الثلاثه عندهم حق ان هم يعترضوا على اللي بيحصل. ليه تاجل اجل غير مسمى؟ لازم الزمالك يتحرك ويقدم. ليه؟ يستفسر ليه ان اجل غير مسمى؟ الاهلي الطرف الوحيد في الفاينل، ليه الفاينل بتاعه يتاجل لاجل غير مسمى؟ ليه؟ ممكن يتلعب بعد التوقف الدولي وممكن ما يتلعبش بعد التوقف الدولي. ليه الاتحاد الافريقي ما قالش ميعاد محدد؟ ليه ما قالش ان الفاينل يوم كذا وان مباراه الزمالك يوم كذا وخلاص؟ ليه بتحط الشكوك حواليك وبتحط علامه استفهام كبيره عليك اللي انت تلعب لا اجل غير مسمى بقى؟ اجل غير مسمى اللي انت مش عارف هيتلعب امتى؟ هتلعب يوم 27 ولا يوم 28 ولا يوم 6 ولا يوم 9 وماتش الزمالك هتلعب يوم 1 ولا يوم 3 ولا يوم 4؟ محدش فاهم. محدش عارف الزمالك يلعب امتى والرجاء، محدش عارف النهائي اللي الطرف الوحيد الاهلي حاليا هيلعب امتى. لازم مجلس اداره النادي الاهلي يتحرك ويشكو الاتحاد الافريقي، يقدم شكوى للاتحاد الافريقي يستفسر ليه النهائي اتاجل لاجل غير مسمى. والزمالك والرجاء لازم يقدموا برضه طلب او يقدموا شكوى ليه النهائي النصف النهائي اتاجل لاجل غير مسمى. خلاص احنا كنا يومين وهنلعب الفاينل، يومين وهنلعب نصف النهائي، كنت خلاص العب نصف النهائي بتاع يومين ده بتاع يوم واحد، العبوا خلص العبوا والعب نصف النهائي واعرف اطراف النهائي سواء الاهلي والزمالك ولا الاهلي والرجاء، وبعد كده اجل الفاينل زي ما انت عايز. لو انت اجلت الماتشين انت كده دلوقتي النهائي مش عارف من طرف هو الاهلي بس الطرف مش عارف من الطرف الثاني. هل الاتحاد الافريقي عنده حق؟ لا طبعا. خلاص السلطات المصريه مش قادره تامن ماتشات الفاينل والسيمي فاينل اللي بتتلعب بدون جمهور مش عارفين نامنها بسبب انتخابات، خلاص انقل البطوله من مصر وديها المغرب. انا بقول لك اهو واحد مصري بيقول لك انقل البطوله من مصر وديها المغرب طالما السلطات المصريه مش عارفه تامن مباراه بدون جمهور، سواء مش عارفه تامن مباراه بدون جمهور سواء في القاهره او في برج العرب. ازاي مش فاهم؟ بسبب انتخابات هتبقى موجوده يوم 7 ويوم 8، خلاص العب الفاينل يوم 9 ويوم 10.
بيقولوا الدوره الثانيه اللي انتخابات يوم 23 او 24 نوفمبر. خلاص الاتحاد الافريقي قال لك يوم 27. ليه الاتحاد الافريقي بيرجع ويقول الاجل غير مسمى؟ الاجل غير مسمى ده لسه ما حطش تواريخ، لسه ممكن بعديها بيومين يحط تواريخ، الله اعلم، ممكن بعديها بيومين او ممكن بكره او بعده يقول لك البطوله تتلغي تماما. ولو البطوله اتلغت تماما من الاتحاد الافريقي هيبقى كميه، هيبقى فيه مش عارف اعبر عن اللي هقوله، مش عارف. لو البطوله اتلغت دوري ابطال اوروبا، شفت جابوا ال 16 فريق او الثمان فرق وجابوهم في دوله ويلا العبوا خلاص البطوله. اليوروبا ليج جابوا فرقها في دوله ويلا خلاص العبوا البطوله عشان نبدا البطوله الجديده. على طول دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا، على طول خلص بطولته وخلص اليوروبا ليج علشان يبدا البطولات الجديده. لكن انت في قاره افريقيا ومفروض قاره كبيره مش عارف تنهي بطولتك اللي فاضل عليها ثلاث ماتشات، ثلاث ماتشات ده فاضل عليها ماتشين، سيمي فاينل للزمالك والرجاء والنهائي. بطوله فاضل فيها ماتشين مش عارف تلعبهم، مش عارف تقول ان الماتش ده هيتلعب يوم كذا والماتش ده هيتلعب يوم كذا. بطوله فيها ماتشين مش عارف تكملها في ظل دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا كان فيه 8 فرق، كان فيه تقريبا 8 مباريات في دور الثمانيه، وكان فيه سيمي فاينل وفيه فاينل كل الكلام دوت. ليه من الاول ما عملتش مثلا ان النصف النهائي من مباراه واحده وتخلص بطولتك في 3 4 ايام وقلب؟ ليه مش عارف تنهي بطولتك؟ انا مش فاهم. الاتحاد الافريقي مش عارف يخلص بطولته اللي فاضل فيها يومين، اللي فاضل فيها ماتشين. خلاص كان فاضل جمعه سبت سيمي فاينل زمالك ورجاء، هتعرف مين الطرف الثاني في النهائي بعد كده، حد النهائي امتى؟ كنت لازم 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 نلعب السيمي فاينل، لازم نلعب السيمي فاينل. زمالك ورجاء كده انت مش عارف مين في الفاينل، الاهلي لوحده في الفاينل، مين في الفاينل معايا؟ محدش عارف، محدش عارف. لان مباراه السيمي فاينل اتاجلت، خلاص اجلتها المره اللي فاتت عشان لعيبه الرجاء عندها كورونا والكلام ده، قلنا خلاص ماشي خليها يوم واحد، خليتها يوم واحد، ليه بتاجل تاني؟ محدش فاهم، محدش فاهم. انت مغربي لو تتفرج عليا واحد مغربي، انت فاهم اجل ليه الماتش؟ تونسي فاهم اجل ليه الماتش؟ جزائري فاهم اجل ليه الماتش؟ مصري فاهم اجل ليه الماتش؟ حد فاهم؟ حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه من الاتحاد الافريقي؟ لا بجد حد فاهم حاجه؟ يعني انت فاهم ان الاتحاد الافريقي اجل مباراه الاجل غير مسمى ليه؟ بسبب ايه؟ طب طلع اسباب يا عم، طلع قول مثلا ان السلطات المصريه هي اللي طلبت ان المباريات تتاجل لاجل غير مسمى وخلاص هنوافق لان انت اديتنا سبب. لكن انت طلع تقول اجل غير مسمى من غير سبب، من غير اي اسباب. ليه ما حدش فاهم اي حاجه؟ الاتحاد الافريقي بيتفوق على الاتحاد المصري في العبث والهبل والعبط. احنا كنا من سنتين ثلاثه كل الاتحاد المصري فعلا ده اللي بيحصل. انت كنتش عارف بقى ماتشات الدوري هتتلعب يوم ايه، ولا ماتشات الكاس هتتلعب يوم ايه، ولا السوبر امتى، ولا كل الكلام ده محدش كان عارف. في الدوري المصري ايه اللي بيحصل؟ كان في عبث برضه، وكان في لعبات، وكان في هبل. الاتحاد الافريقي بقى بيتفوق. يعني قلنا الدوري المصري في ماتشات كتير وفي بطولات كتير، وكاس مصر فيه ماتشات كتير، والدوري المصري فيه 34 ماتش ممكن تاجل، ممكن ما تعرفش وقت، ممكن تظبط وقت هنا، ممكن الامن يقول لك حاجه. لكن بطوله كاس كاس دوري ابطال افريقيا، البطولة فاضل عليها ماتشين ومش عارف تلعبها، فاهم بجد ازاي؟ لا 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 بيهزروا، لا بجد الاتحاد الافريقي بيهزر بصراحة، الاتحاد الافريقي بيهزر. انا مش فاهم، انا فعلا 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 مش فاهم. اي حد اي حد اي حد بيتفرج عليا يقول لي يشرح لي ليه الاتحاد الافريقي اجل السيمي فاينل زمالك ورجاء ليه اجل غير مسمى، وليه اجل الفاينل اجل غير مسمى؟ حد يقول لي، حد يقول لي في الكومنتس بصراحة انا مش فاهم. وخلاص ممكن نوصل لمرحله احنا مش محدش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه، وممكن نوصل لمرحله احنا مش عايزين نفهم كمان. خلاص محدش فاهم اي حاجه من قاره افريقيا دي، قاره افريقيا كلها على بعضها كده محدش فاهم، مش عارف فيها اي حاجه. دوري ابطال افريقيا اتاجل اجل غير مسمى، وانا توقعاتي ان خلال يعني خلال وقت قريب البطوله تتلم. انا من وجهه نظري الاتحاد الافريقي رايح لطريقه لالغاء البطوله، ولو ده حصلت هتبقى كارثه، كارثة. بطولة فاضل فيها ماتشين مش عارف تلعبها وبتلغيها، هتبقى كارثة بكل المقاييس. لو بلغت ده كان رأيي انا في العبث اللي عمله الاتحاد الافريقي. حلقة في السريع كده، لو عجبتك الحلقة قول لي توقعك، قبل ما عجبتك الحلقة لو قول لي توقعك انت في الكومنتس، هل بطولة دوري ابطال افريقيا هتستكمل وممكن الماتشين الاخرى في البطولة هيتلعبوا والبطولة تنتهي، ولا الاتحاد الافريقي في اتجاهه لالغاء البطولة زي ما انا قلت؟ قولوا توقعكم في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بنتكلم في كل حاجه هناك، وتابعونا عليهم، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.